اسمي بشرى المصري، خريجة هندسة زراعية. تعرفت على جاري وأرتشي من خلال مشروع فارمر تو فارمر اللي ممول من اليو اس ايد ومنفذ من فنتشر 37. أول ما بلشت بدي أعمل هندسة زراعية، وخاصة بدي أتخصص بمجال التربية الحيوانية. كتير عالم من قرايبي وأهلي وقالوا لي إنه أنت بنت بأول عمرك، وليش بدك تشتغلي بالحيوانات وخاصة بالبقر أو الغنم أو المعزة. أرتشي وجاري من أول مشوار إجوا فيه على لبنان، وبس شافوني بنت صغيرة وعم بشتغل بهذا الدومين صاروا يقولوا لي قديش عندهم ببلادهم إلهم، قدي العجول الصغار مثلا ما بيهتموا فيهم شباب، بيهتموا فيهم بس صبايا. واحدة من الأشياء كانت خلطة على ركبها أرتشي واستعملناها عنا بالمزرعة، وصرنا نطعميها للعجول الصغار من عمر 3 أيام. هيدي الخلطة ساعدتنا على كذا مجال، واحدة منهم انها عن جد خففت الإسهال وخففت الموت عند العجول الصغار، خاصة بعمر 0 ل 3 أشهر. التوصيات كلها اللي أخذتها من أرتشي ومن جاري قدروا بآخرة النهار يخلونا نوفر مصاري، لأنه خاصة نحن هلأ بالوضع المالي الحالي والعلف كتير غالي، عم نقدر أنه أول شيء نوفر حليب بأول شهر من 3 أشهر، ثاني شيء نوفر شهرين علف للبكاكير قبل ما نفطمهم. بنصح الصبايا انه يشتغلوا بقطاع التربيه الحيوانيه وبقطاع الزراعه، وما يسمعوا لحدا بيقول لهم انه نحن ما لنا محل هون او نحن ما بنقدر نعمل تغيير. بلا، نحن بنقدر نعمل تغيير بهذا المجال، وبالعكس الحميه اللي نحن بنفرجيها للحيوانات هن بالمقابل حيرجعوا يردوا لنا بانتاجيه احسن.